حبيباتي احبائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قناه الاميره بلقيس ترحب بكم. اليوم حسيت براسي شي شويه عيانه وجيت ناخذ واحد شويه ديال الازياد باش ندير لاتيزان. كلشي كيعرف الفوائد الجمه ديالو، دونك من الاحسن مزيان يكون عندنا في الدار. سهل في الغرس ديالو، كناخذ غير اون بونش، ماشي ضروري تكون لاغاسين، كناخذ غير واحد لابونش كناخذوها وكنغرسوها. ومن الاحسن اللي ما عندوش ليسباس كيقدر يديرها غير فواحد البو، اللي عنده ليسباس راه كيديرها. دونك كيجيكم في لي بوردور، كيعطي منظر الرائحه زوينه في البيت. كنستعملوه في الاكل، كنستعملوه في بزاف الحاجات. الاستاذ السقلي هو اللي غيفيدنا اكثر واكثر. نتمنىكم تبارطاجيو الفيديو، ديروا لايك، ابوني وشكرا. اليزير تسمى ازير، يزير الكليل، اكليل الجبل، بركلة هذا في لوريونتال ماروكان، وتتسمى حشيشة الرنب في تيسيمت. الور عندنا نفس الاستعمال في جميع انحاء المغرب. تنصبوا عليه الماء الساخن حتى الغليان على الاوراق بيان سور، ويترك 5 دقائق ثم يصفى ويشرب كمطهر المعدة ومنشط للاكل. دونك عندنا ميم يوتيليزاسيون بارتو او ماروك، لانفيزيون دي فوي اي يوتيليزي كوم ابيريتيف. اشنو ابيريتيف؟ كي ستيمول لابيتي وكي تونيفي ليستوما. الازير تينبه الوظائف الكبديه، دونك اختصاص الكبده، وتيوظف الوظائف، تينشط الوظائف ديال المراره. دونك عندنا اليزير تسهل عمليه الهضم. انا نعود بشويه، عندنا تسهل علينا عمليه الهضم، تينشط لينا الوظائف ديال الكبده، تينشط الوظائف ديال لابيل ديال المراره. تنستعملوا احنا في المغرب خاصه للحث وتسهيل الدوره الشهريه عند النساء. هذا الشيء اللي تنستعملوه احنا المغاربه. علاش تنستعملوه؟ عندنا استعمال خارجي في المغرب كنت تنستعملوه. علاش؟ المسحوق ديال الورق ديالو تيلحم الجرح، دونك اختصاص الجرح ومطهر. مثال بسيط، حنا عندنا في العروبيه ملي تنختنوا شي واحد الدراري تيشدوا اليزير، تيطحنوا تيشدوا الغبره تيدردروا عليه باش سي تان اونتي سيبتيك، دونك تيفتك بالجراثيم وكلشي، ولاحم الجرح وكيكاتريزون. دونك عندنا الورق الجاف راه تنديروا حتى للصوفه باش الورق ديالو الناشف، تنديروا للصوفه باش نحميوه من الليل من التونيه وكلشي. الروح ديال اليزير مع الزيت راه ضد الروماتيزم وضد السياتيك. هادشي علاش تيستعملوه المغاربه. ايه الور سمعوا، الاستعمال عند النصارى، دونك لا فارماكوبي اوكسيدونتال. ايه عندنا اول حاجه ضد لاستيني. لاستيني هي لا فيبليس جينيرال، هي العياء التام، العياء والارهاق، سخفاو العياء. عندنا ضد السيرموناج فيزيك اي انتيليكتويال، وعندنا ضد لا بير دو ميموار اللي بمعنى الارق، العياء الجسماني وديال الدماغ وديال العقل وكل شيء، فقدان الذاكره. ولكن اليزير الى ايبر تونسور، تيطلع التونسيون، اللي فيه التونسيون مرتفع ممنوع عليه ياخذ اليزير. إيه. دونك هو صالح ليبوتونسيون. الرجال غيهمهم اليزير بزاف. هذه معلومه خاصه للرجال اللي كيسمعوا لنا. معلوم، حيت اختصاص للضعف الجنسي. اها. الور اليزير قلنا ضد العياء، ضد السخفه، ضد اللي كيحس براسو عيان ومرهق النهار كله. وماشي جسماني وديال المخ والعقل وكل شيء. دونك فقدان الذاكره. إيه. وضد الضعف الجنسي. ضد لازم. البرونشيت كرونيك، الكوكلوش، لا غريب، دونك ضد الربو، الضيقه، البرد في الصدر، لا غريب، اللي عندهم مشكله برودية كامله نفسه، هادشي كله كيفيدهم الازير. ضد اوسي لانفيكسيون انتستينال، لي كوليت، لي دياري، بمعنى عندنا عدوى المعده، الاسهال، المعده مهرهره، صداع، الوجع، لا فلاتولونس، دونك الغازات في المعده وفي المسرح. الاغلبيه ديال الناس عندهم الكرش، اللي بغى الكرش تحيد فونتر بلا وبغى داكشي، راه اليزير. ها هي اليزير اللي عنده الغاز في المعده او في المسران، ها هو اليزير. يعني بدون اضافات، بوحده وممتاز. دونك اليزير اختصاص الكبده. دونك هو ضد ليباتيزم، التهاب الكبدي او العدوى ديال الكبده. ايه دونك عندنا ضد ليكتار. ليكتير بار ايباتيت اي بار اوبستركسيون. اليزير ضد العياء التام، الاراق والعياء الجسماني وديال الدماغ والعقل وديال فقدان الذاكره. صالح للضيق على الربو، البرد في الصدر، لا غريب، صالح للعدوى ديال المعده، الاسهال، المعده مهرهره، الصداع والوجع في المعده، صالح للغاز في المعده وفي المسران،
صالح للالتهاب الكبدي ضد لا سيروز دو فوا ضد ليتياز بيليير. بمعنى الحكه الناتجه عن عدوى الفيروس، وهذا مشكل مطروح الناس. الحكه الناتجه سواء عن عدوى ديال الفيروس الهيباتيت ولا على انسداد ديال العروقه ولا ضد التشمع الكبدي ولا ضد الحجر في المراره. دونك اللي عنده الحجر في المراره عليه بالأزير. كاينه حتى واحد الوصفه اخرى سهله وزوينه، نص كاس الزيت البلديه قبل الفطور قبل النعاس رحمه. ايه تحيد الحجر من المراره وكل شيء بيان سور. هذا وما تنساوش الزيت البلديه راه الويل دا ريبرودكسيون راه كلها فيتامين او. دونك عندنا ضد لا ديسبيبسي اتونيك، بمعنى لا ديجيستيون ديفيسيل او دولور غاستريك، تعسر الهضم وضد المغص المعده والصداع وكل شيء. روماتيزم ضد لاغوت، اللي عنده لاغوت لاسيد اوريك ان اكسيد اسيد اوريك دون لو سون. ضد لا ميغرين الشقيقه، شحال من واحد عنده شقيقه. عليكم باليزير. ضد خاصة ضد لافيكسيون دو سيستيم نيرفو، ضد ليستيري، ضد ليبيليبسي، ضد لي سيكال دو باراليزي، ضد لا فيبليس دي مومبر. بمعنى العدوى ديال المخ، الصرع، الاثار الدائمه اللي تيتركها او اللي تيخليها الشلل، ضد ضعف الاعضاء الرجلين واليدين ما تنسمعش مزيان. الور ضد الانتفاخات والتوترات العصبيه الهيجانيه. دونك الانفعالات كاين بزاف الناس اللي كيتفاعلوا، يعني كيكونوا عصبيين مفاعلين اللي عايشوري وريوقو نازلين والفم ناشف والحاله حالة الله. دونك ضد هاد التوترات كلها. ضد اوسي التاثيرات على القلب الناتجه عن التوتر العصبي ولا الدوخه. الناس اللي كتجيهم الدوخه بزاف اللي كتجيهم اليزير. الناس اللي تروب الكاردياك يعني الدوخه نقدروا نعطيوها حتى المراه الحامل اللي كتجي هاد الحالات ديال الدوخه. المراه الحامله ما نعطيوها حتى حاجه، المراه الحامله نعطيوها غير ربع ولا نص معلقه ديال الكمون صافي. ربع معلقه ولا نص معلقه ديال الكمون. انا جاوني شحال من حالات العيالات اللي قل من ثلاث شهور تيطيحوا بنادم. درت البحث تاعيت في الاخر عطيتهم غير الكمون الحمد لله تعطي نتيجه فعاله لواحد الدرجه كبيره. دونك هذه الاغلبيه ديال 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 الامراض اللي تداويها اليزير. اليزير عشبه وحده، ما نساوش اليزير راه صالح للشعر، سي اون بلونت ديال الشعر في الاكل، في الاكل اللي راكو في لي بات وفي الميور جامبون راه اشناهم عاطينو الدخان، الدخان ديال فومي اباز دو رومارين. دونك صالح بزاف الحوايج، لا الماكله ولا الدواء. دونك نعاودو بالزربه، اش قلنا على اليزير؟ ضد العيا التام، ضد السخفه، ضد الارق، العيا ديال الدماغ، ديال الجسم، ضد فقدان الذاكره، ضد الضعف الجنسي، ضد الربو، تيرفع يرفع الضغط الدموي، دونك اللي طالع عليه التونسيون ما ياخذوش، واللي نازل ليه التونسيون صالح ليه اليزير من ذاك الشرفع. ضد لا غريب قلنا، ياك البرد في الصدر ولا لا غريب ولا اللي بغى، ضد العدوى والمعده ديال الاسهال، ضد العدوى المعده، ضد الاسهال، ضد المعده مهرهره، ضد الصداع والوجع في المعده، ضد الغاز في المعده وفي المصران. ضد الالتهاب الكبدي هذا والموالي ليباتيت فيرال سي بين عارضتين. ما تنساوش الله يرحم والديكم رقم العشبه رقم واحد لكم هي الخرشف، الاوراق الخرشف اللي تلوحوا. دونك قلنا ضد الحكه الناتجه عن عدوى الفيروس الهيباتيت او انسداد ديال العروقه او التشمع الكبدي السيروز دو فوا، ولا ضد ليتياز بيليير الحجر في المراره تعسر الهضم، ضد المغص المعده والصداع، ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، ضد صداع ووجع الدوره الشهريه عند العيالات، ضد الشقيقه، ضد العدوى ديال المخ، ضد الصرع، ضد الاثار لي سيكال اللي تيبقاو دونك على اونيمي بلاجي بارتيال توتال دونك شلل، بدايه نسيان، ضعف الاعضاء الرجلين. انا يلاه البارح جاو عندي ثلاثه عندهم هذا المشكل. دونك تيجيو عندي حالات خاصين. اليزير نافعو من واحد الدرجه كبيره ضد انفعالات الهيجانيه والتوترات العصبيه الكبيره. اختصاص لهم اليزير. الدراري الصغار دونك هضرنا على ليستيري اونفونتيل، ياك ليستيري اش غنقدروا نسميوها؟ ضد الدراري الصغار اللي هايجين اللي تقول لهم الحماق تيركبهم كلشي تيهدنهم وكلشي. دونك اليزير ممتاز في هذا. قلنا ضد الدوخه اوسي. اليزير قلنا عشبه اساسيه ضد تساقط الشعر. دونك اليزير علاش اليزير؟ حنا بلاد اليزير، واليزير عندنا جوج فرانك، وعندنا احسن يزير في الدنيا، وعلاش ما نستعملوهش اختي؟ اييه علاش ما نستعملوش؟ في فوائد خلينا كل واحد اقل هي شيء. نعطي مثال بسيط، سا سي في الاروماثيرابي. اقل هي شيء ناخذوا واحد الكاس ديال الزيت البلديه ندفيه نديروا فيه واحد 10 نقاطي ديال الروح ديال اليزير وندلكوا به المفاصل اللي دارينا راه من ذاك الشرفع. ما تنساوش اي روح
راه سي ان انتيسيبتيك وانتيبيوتيك فيروس دونك اي روح ديال العشبه راها مضاد حيوي في التاكل الجراثيم. اذا حنا خدينا فكره دكتور جمال على عشبه الازير. بغيت نزيد الناس واحد الحاجه الله يرحم الوالدين، الروح ما تيدارش البشره ديريكت تيتخلط، والروح لا دار الروح النقطه لا درناها في اي بلاصه في ذاتنا 10 دقائق تلقاوها في السيركيلاسيون سانغين، هي راه جهد من اول دواء اللي في السرعه ديالو سي لانترافينوز البرا في العرقيات، ثاني سرعه في الدواء في انتشار ديال الدواء هو الروح، الروح ديال الاعشاب، وعاد باش لانترافينوسكولار هي بعد منهم، عاد باش اون بريز ريكتال اورال. لور فقر الدم نبداو بالحوايج البساط، قلنا قبل خذوا العدس نبتوه. الو الراشي من العدس راه الرحمه، لي زيبينار كنا تنعرفوا لي زيبينار السبانيخ، اييه هذا من الجهه عندنا بابونج من داكش يا كاير بابونج لا كامومي من داكش رفيع الفقر الدم. ولكن يسمعوا الوصفه الواعره، غتاخذوا لو بولين حبوب اللقاح لا جولي رويال الغذاء الملكي، غتاخذوا القمح منبت والصوجه منبته والعدس منبت والحلبه منبته وإيلان منبت نفس المقدار. وهذا باش غتاخذوا زريعه الكتان وزريعه الجلجلان وزيدهم حبوب اللقاح وزيدهم الغذاء الملكي. كم هذاك كم ديروا مثال بسيط، خدينا 250 غرام 250 غرام من الاعشاب كلها اللي ذكرنا، رجعوا الغذاء الملكي والحبوب اللقاح، الا خذوا واحد 75 غرام من الهادي ومن الهادي ونخلطوا هذا، ولا خذوا لينا معلقه صغيره قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، راه الرحمه ودقه بطله. ولكن كاين حسن اونكور، اللي حسن راه هضرنا على لاسبيرولين، لاسبيرولين نوع ديال الخز ديال المحلو، سي اون الغ ميكروسكوبيك دودوس، تجربه ام العلوم، لاسبيرولين تتعطيني واحد المصداقيه كبيره فقر الدم، علاش؟ جوج الاسابيع، دو سومين، كثرنا وعيقنا ثلاثه الاسابيع، تهنينا من الفقر الدم. هضرنا على التعيين الغازة ديال البطن، الو نعطيو مثال بسيط. قلنا قعقله هي رقم واحد، لا كاردامون الهيل. ممتازة، والرجال راه ضد الضعف الجنسي ها، وقبل ما لقاو الفياغرا راه كانت هي رقم واحد. قعقله. الو عندنا قعقله الهيل، أو لا كاردامون، رقم واحد ضد الغازات المعوية، عندنا الحلحال، نوع ديال الخزامة، ممتازة. عندنا الزعتر، الزعيترة، مرد الدوش، السالمية. اليازير اللي هضرنا عليه دابا، اليازير قلنا مفيد بزاف، حبه حلاوه، باديانه، دونك عندنا بزاف، استعملوا عشبه او جوج او ثلاثه مركبين يعطيكم مفعول نتيجه ممتازه. ونستعملوا البرودوي شيميك ونستعملوا العشوب باش دغيا اللي تيهمنا البرودوي شيميك راه فعال به فيه، والعشوب تيطلبوا واحد شويه ديال الوقت ماشي هذاك. حنا اللي تيهمنا المريض يتشافى. اذا الله يرحم لوالديكم، نعطيكم مثال بسيط، اللي عندكم القيح في الدراس او عندكم الحلاقم، راه القيح ديالهم خطير خطير، والمفعول ديالهم 15 20 عام لما تداواش راه خطير لواحد الدرجه ما تصوروش، وما تهملوش هذا المشكل. نستعملوا لونتيبيوتيك المضادات الحيويه ديال الفارماسي، ونعاونوا بالعشوب، واللي تهم اللي تهمنا المريض يتشافى بالزربه. هادشي اللي كاين، والمفاعيل الجانبيه حتى كانت مفاعيل جانبيه ديال البرودوي شيميك راه العشوب غيحيدوهم. اليازير هي الاولانيه هضرنا عليها باللي احسن حاجه ضد التجاعيد كومبريز اورال، دونك استعمال داخلي ياك يتشرب او بالتناول يعني ياكلوه. قلنا باللي سي ان انتيسيبتيك ياك، دونك تيقتل لينا كل شيء اللي كاين في الجلده، تيساعد بزاف. نقدروا نديروا كمحلول مثلا نغسلوا به البشره ديالنا. معلوم راه كاين دي لوسيون تيتباعوا في السوق اباز دو رومارا، لوسيون نقدروا نمسحوا به، ياك اونتي اكنيك ضد الحبوب وكل شيء. دونك استعمالات الصباح في العشيه بالليل شنو؟ كيف غنديروا البشره وهو ما هو صالح البشره الحساسه والبشره الجافه والبشره الميدمه، دونك ما نديروه الصباح وعشيه وليل وما يضرناش. انا نفضل ديروه بالليل وتباتوا به حتى الغدا تغسلوه. ولكن الا بغينا نهضروا على الحبوب كاين احسن منه. اييه الور نعطيك مثال بسيط، هاد الحبوب دابور السبب منين جا؟ واش عندنا انكسيد سيبوم، واش زياده ديال الليدام؟ كاين الناس اللي عندهم البشره ميدمه، دونك الا كانت البشره ميدمه خاصنا الجروب ديال فيتامين بي، وانا غنقول لكم فين تلقاوه. ولا كانت بلاتي عندنا لو ستريس التوتر العصبي هو الفاكتور ديكلونشون كل شيء، البلوغ سين البلوغ ميتي بالغو، دونك عندنا خلل هرموني، دونك عندنا اما انكسيد سيبوم ولا عندنا انديريغلومون هرمونال، ياك خلل هرموني. اذا كان الخلل الهرموني نقدروا نميزوا دكتور جمال انه راه فقط هذا السبب يكون في البشره، تيكون في العنق سهل سهل باش غنميزو واش عندنا البشره ميدمه او كثر الدهنيات فيها، غنلقاو دائما تلقاو الحبوب في ظهرنا ولا في لوبيس ولا في صدرنا تيكون. دونك هذاك في البلاصه تنعرفوا باللي راه حنا عندنا انكسيد سيبوم ياك عندنا زياده. دونك
نعاودها، راه التوتر العصبي سي لو فاكتور ديكلونشون الاغلبيه الامراض اي كومبري لاكني. دونك باش غنحيدوا حنا هاد الحبوب، لا نادنا الحبوب الا كان عندنا ملايين الحبوب في ظهرنا وفي صدرنا، دونك ان اكسيد سي بون. حنا في هذه الحاله اون بيزوان دو جروب ديال فيتامين بي اللي تيساعدنا بزاف. فين غنلقاو؟ غنلقاو في القمح منبت، القمح منبت غنلقاو اوسي في الالوفيرا، غنلقاو بزاف ديال الاعشاب. وهذا من الجهه، من جهه اخرى انا تنصح الناس الا ما كانوش الاطفال او الناس غلاظ ياخذوا لوفير دو بيير. لوفير دو بيير فيها طول الجروب ديال فيتامين بي ورخيصه وسهله، هي راه خميره الشعير وتشهرت بخميره البره. يمشيوا للفارماسي وراها رخيصه. نعطيكم مثال بسيط، 400 حبه ديال الخميره ديال البره يلا تتسوى 2250 ريال، اون بليس افيك السيلينيوم، والسيلينيوم راه ينوض فيهم تريسينتي ويحل لهم الشهيه وكل شيء. دونك عندنا 17 فيتامين في لوفير دو بيير، 16 الاملاح معدنيه، وكميه كبيره ديال الدهنيات، راه غذاء تكميلي جميع لي سبورتيف تياخذوا. بيان سور ما تعيقوش بزاف منه، راه كثره ديال لوفير دو بيير تسمعوا الهضره ديالي تزيد الوزن بزاف، ماشي غير تزيد الوزن بزاف، ومع الوقت مع الكثره، حيت كاين اللي تيداوموا 5 سنين 10 سنين 15 عام راه يقدر يعطينا. هنا كاين شك، هنا سي ان اور دوكترينال، دونك هنا كاين هذاك خاصو بحث كبير، يقدر يعطينا حتى العقم. انا داويت البرص تاعيت وانا عندي واحد القانون ساتيسفي او رومبورسي انتيغرالمون اللي جا عندي ياك، وتيبقى فيا الحال الناس ما تيتشافوش، وعقدني البرص وما بقيتش باغي نصوبو. اذا سمعوا الناس لا فورمول راه داويت بها المئات ديال الناس، الوصفه ساهله. عندنا لاميماجوس، لاميماجوس هو طليلان، طليلان الوغ الثلثين ديال طليلان، لي دو تيير ديال لاميماجوس، ولو ان تيير ديال لو بيرات دافريك. لو بيرات دافريك هو تقنديشت، تيقنطيست، عود القرح، عقر قرحه، عرق كيكو، كاين اللي تيقول لي شحيمة الفلوس. دونك عندنا تقريبا 25% ديال تيغنطيس، 75% ديال تليلان. خلطوا هذه الوصفه، هذه غتاخذوا نص معلقه صغيره قبل الفطور قبل النعاس، راك لا كثرتوا منها. انا عندي حاله سيده بيضة 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 حليب وفات الدوزاج ديالها ورجعت غاديه وتتسمار وبغات تسطى، وخرج ليها بحال الدبليج في جيتيدها اللي عاطي الكحوليه، وجايه في انهيار عصبي عندي. قلت لها جوج تكلمات، قلت لها سرك انت اللي بغيتي، وقلت لها حتى كلمه خايبه، سرك سرك مزيانه فيك، غزا الله فيك، ما بغيتيش تسمعي. زادت علاش؟ كاين بعض الناس النتيجه بالزربه هذه في ثلاث ايام بدا تيسرح البرص، كاين اللي خاصه 15 يوم، كاين اللي شهر، كل واحد وحاله خاصه. اذا هذه في ثلاث ايام بالزربه بدا هذاك بغات تسطع، عجبها الحال، بدا تيسرح اللون، دونك لا ميلانين الملون الطبيعي، زادت في الدوزاج بدات تتكحل. دونك اذا نحترموا دائما المعايير والمقادير المضبوطه. دونك هذا الاستعمال الداخلي، دابا هضرنا على الاستعمال الداخلي، قلنا 75% ديال تليلان، وقلنا 25% ديال لو بيرات ديال تقنديشت. دونك هذا الاستعمال الداخلي. الاستعمال الخارجي غناخذوا تليلان اللي هضرنا عليه 75% و 25% ديال تقنديشت، وغنزيدوا عليها العسل الحر، ونزيدوا خل التفاح، ونحركوا كل شيء، ونجيو للبلاصه لاطاش اللي عندنا، البلاصه اللي عندنا ندهنوها بهذا الخليط، ونشمشوها تدريجيا، النهار الاول 5 دقائق، النهار الثاني 10 دقائق، النهار الثالث ربع ساعه، غاديين حتى نوصلوا نص ساعه وما نفوتوش نص ساعه باش ما نحرقوش راسنا. عندنا جوج حوايج تيتراو، اما اللون لاميلانين تتسرح، اللون الطبيعي تيسرح وتحيد لنا البقعه ديال البرص، او تتنبل بحال تحرقنا، لان بلات وقفوا الدواء كامل اكلا وموضعيا، وقفوه حتى تحيد ديك الجلده وتجي جلده اخرى سان في بلاصه، عاد باش نبداو من الجديد. دونك راه عندي حالات، كاين اللي ما وقفوش، كاين اللي تشمشوا ساعه ونص جوج سوايع، تحرقوا دوزيام بريلور دو دوزيام دوغري، تعرضنا للشمس حنا قلنا 5 دقائق وغادي تدريجيا. كاين فورمول معقده على دي بلو كومبليكس كوني كي ان بو توكسيك، دونك جو بريفير نو با لا دوني. واخا خلينا غير في هذه مزيانه، وحتى الا كان فعاله كاين وصفه سهله، 50% خل التفاح و 50% ماء البصل، ما ديال البصل محكوكه هذه، وهذه دوات كاع برص مستعصي، واخا تنحكوها لو وضحوا البرص وكل شيء، تنحطوها تنديروها موضعيا على البلاصه. شحال تنخليوها مده؟
ونشمشوها. ضروري خصنا نتعلموا نشمشوها والشمش ما نفوتوش، الشمش ما عمرنا نفوتو نص ساعه باش ما نحرقوش راسنا. كاين السانوج لانيجيل حبه البركه ياك، كاين حبه البركه، خل التفاح، ماء البصل، عطاتنا نتيجه حتى هي ممتازه. كاين عده وصفات ولكن لا ميور المخيره هي اللي عطيتكم ديال لامي ماجوس. لامي ماجوس والبيريت دافريك اللي هو تليلان وتقنديش. واخا تيكون المده ديالو قديمه دكتور؟ الله يعطيك الصحه، سؤال ممتاز ووجيه. انا حالات مثال بسيط، جا عندي السيد عطيته الدواء ما عطاش نتيجه، تيبقى فيا الحال دونك مرت وعزيز عليا، عطيته انكور الدواء مالي مشيت شريت العشب من السوق. العشبه لا تنشفات في الشمس لوحوها ما تصلاح والو، ما بقاش صالحه، دونك جيت اوبليجي باش مشيت ودرت لاكويت بنفسي انا وفي عز الصيف وراه الزريعه رقيقه بزاف. منين جبت انا الزريعه وجبتها خضراء ونشفتها في الظل وصوت بها الدواء عطات مفعول هذا السيد بالزربه. دونك منين تبغيو تمشيو تشريو خاص العشبه ما تكونش فايته عام، ولا كونسيرفاسيون ديالها خاصها تكون مزيانه سان، وخاص يكون فيها اللون ديالها وتكون عاطيه ريحتها. لما كاين تكون فيها الريحه وتكون الشكل ديالها راه مزيان طري، ما تكونش يابسه ومفرت يعني. لا هي خاصها تكون ناشفه ياك، ناشفه ولكن ناشفه في الظل ماشي دابله. لا تكون ناشفه في الظل، ومني تنشفوا مثال بسيط ملي تنبغي نشفوا العشوب خاصنا نشفوهم في الظل بلاصه مهويه، الجدر الفوق والاوراق الاغصان لتحت، هذا تتنشف من ذاك الشرفع. وطريقه الحفظ ديالها حتى هي خاصها تكون بلاصه ما فيهاش لوميديتي، ما فيهاش لوميديتي الرطوبه ما تكونش، الرطوبه ما كاينش التلوث ما كاينش شي حاجه باش تتبقى مزيانه باش تقدر تستعملها. الاسنان شنو حساسية الزايدة ديال الاسنان؟ سهلة، انا لقيت دقة بطلة في 1980 اللي هي كان عندي مشكل. اول حاجة الجعدة الجعيدية، الجعيدية راه نوع ديال ستون سوكسيدون دو لا لافوند، نوع الخزامة راه ممتازة وصالحة حتى داخليا فيها العشب. دونك عندنا اول عشبة سي الجعدة او الجعيدية. قلنا احسن بان دو بوش، دابا راه كاين بان دو بوش اكتويل كاين فارماسي الى اباز دو سوج بالسالمية، دونك عندنا الجعيدية السالمية، عندنا قشور الرمان، عندنا الرميمينه اللي هي النواره ديال الرمان، عندنا الريحه لومير راه ممتاز لواحد الدرجه كبيره للتا ومشاكل التا ولي زافت والدم نازل من التا والحساسيه وكل شيء. من الاكل البارد او السخون عندنا العفصه، العفصه خطيره، دقه بطلة جهد منهم كلهم العفصه. العفصه هذه كيفاش الطريقه ديالها دكتور؟ بلاتي نفس الشكل الوصفه، تزيد هذا الشيء اللي تنقول، اما خذوا وحده منهم او خذوا جوج او خذوا ثلاثه او عشرة، ركبوها ما غتشربوش غير غتمضمو غتشلو فمكم. دونك عندنا خزامه واعره، عندنا الزعتر رائع، عندنا مرز الدوش، عندنا العشوبه مريوت عندنا، وكعندنا بزاف، زيدوا فيهم شويه ديال الملحه منين تبخوا هاد العشوب، زيدوا شويه ديال الملحه وخل التفاح او اي حال عادي ديال الاكل ديالك ديال الاكل، واحد المعلقه صغيره تزاد في داكشي اللي تبخوا، ومن بعد زيدوا شويه ديال الخل وشلوا فمكم 6 7 8 10 الخطرات في النهار، غالبا في نهاركم تهنيتوا، قليل اللي يوصل ليومين. الريحه الكريهه هي الريحه الكريهه، كاين بزاف اللي تتحيد الريحه. احسن حاجه كاع وسهله وبنينه ولذيذه سي حبه حلاوه من الجمعة سي لاباديان. حبه حلاوه بنينه ولاباديان بنينه وكرون دو فونو والنافع بنان، هادو كلهم بنان. دونك يستعملوا هادو، كاين النعناع، كاين القرنفل، كاين عصيد سيدنا موسى، كاين التفاح الويمام، دونك كاين شي حوايج. اذا كيتطبخ هذا؟ شوف واحد لاتيزان بنينه اش غيخسر، ولا يديروا غير شويه ديال حبه حلاوه فمهم او ديال لاباديان كي اونكور ميور، هذوك يديروها اليوم غدا يشلوا فمهم بيان سور، ويشوفوا لكان المشكل المعده، الريحه اغلبيه تجي من المعده او من الفم. تقدر تطهير المعده بيان سور بيان سور. كيفاش غنديروا نطهروا دوك المعده؟ وهضرنا تاعينا على المعده اختي، كاين بزاف الا شربنا غير الزعتر فتاك بالجراثيم وفتاك بواحد الدرجه كبيره ويهنينا. شربنا زعتر اونكور ميور. عندنا قلنا قعقله سي ان انتيبيوتيك هي ناتورال و سي ان اونتي غاز هذاك. دونك عندنا قلنا البروبولي، قلنا الفرين روج، الدردار الاحمر اللي هو لسان الطير، قلنا دابا الزعتر وزعيطره، قلنا مرد الدوش، قلنا السالميه، قلنا خزامه، كاين بزاف اللي تيداوي اختي، هادو كلهم يساعدونا ويحيدوا لنا الروائح الكريهه وكل شيء. ولكن احسن حاجه اطلاقا سي الفاخر او زريعه الكتان اللي عندهم مثال بسيط، الفاخر تيشرب جميع السموم اللي كاين في الذات، ما تخليش السم او الغازات المعويه وداكشي اللي كاين ديال المعده والمصران ما يخليهمش في الكرش. حنا سمعي دابا حنا المراه اللي حامله تتوحم
كاين اللي تتمشي تبدا تاكل الفاخر، حنا اش نقولوا؟ يخ شو هاد العروبيه ما لقات ما تاكل، تاكل غير الفاخر. اي بورتون راه ربي الهمها بطريقه دون شعوريه، غير شعوريه الهمها، وعندها واحد الرغبه ما تتقاومش باش تمشي للفاخره وتاكلها. علاش؟ حيت عندها تسمم داخلي. انا والفاخر دكتور كناخذوا مدقوق يعني علاش كنسحوق كناكلوه؟ بيان سور.